يعني انا بالنسبه لي مثلا لو لعيب في نادي الزمالك لعب مثلا طول تاريخه في نادي الزمالك وجه لعب حتى 6 شهور في الاهلي، ما اقدرش ان انا كراجل زملكاوي اقدره كلعيب كوره بالنسبه حتى لي. حتى لو الزمالك هو اللي قال له مش عايزينه، حتى لو الزمالك قال له مش عايزه، حتى انا ده بالنسبه لي بتكلم كراجل زملكاوي قاعد في المدرج، ما بتكلمش يعني مش هقدر ان هو بالنسبه لي ان هو يكون زيه زي اللعيب مثلا. يعني ما اقدرش مثلا مع احترامي مثلا لو ذكرت اسماء مثلا كراجل زملكاوي مثلا ما اقدرش ان انا مثلا يبقى بالنسبه لي طارق السعيد زي عبد الحليم علي، رغم ان عبد الحليم علي الزمالك قال له لا، صح؟ وطارق السعيد الزمالك قال له لا، بس طارق اختار ان هو يروح يلعب في الاهلي، كل الاحترام ليه والتقدير ليه كشخص كراجل انا بحبه كزميل قديم وبتاع، لكن كزملكاوي لا، مش زيك زي عبد الحليم. فاهمني قصدي ولا لا؟ وعلى فكره كل وطبعا فايس فيرس الناحيه الثانيه هي يعني ان اللعيب في لعيب بيتقال له لا او يقول لا شكرا خلاص انا هبطل هنا او هروح نادي تاني ما يبقاش منافس مباشر ما فيهاش مشكله، انما تروح للمنافس المباشر انا في رايي في بلادنا بالذات تبقى خساره كبيره جدا.